بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس كتير عمالة تبعت تسأل على موضوع السفر للخليج، فبصفتي عضو في جمعية التفكير في الهجرة، فقلنا نعمل فيديو للموضوع دوت. أولا عشان تسافر الخليج حاجة من الاتنين، تمام؟ الأسلوب العادي إن أنت بتبعت السي في بتاعك لكل الشركات اللي موجودة في الخليج، يعني بالذات الدول اللي ممكن تركز عليها الإمارات، قطر، عمان، البحرين، وبعد كده الكويت والسعودية. يعني عمان والبحرين من دول اللي الناس كتير بتستريح فيهم في السفر ليها وكده، تمام، اكتر من الكويت السعودية، ويعني ده احصائيات رسمية. طيب بتقعد تبعت سيفيهات، ما بتيأسي كل يوم تبعت مثلا 5000 رسالة ايميلات، انت ما بتدفعش حاجة، يعني مش تدفع فلوس، مجرد تقعد تبعت رسائل للناس، ومفيش حاجة اسمها بعت كتير. لا، انا قبل كده بعت، يعني اول سنة اشتغلت كنت عمال ابعت سيفيهات ولقيت ناس بتصل بيها مثلا بعد 9 شهور. فانت لما تبعت كميه كبيره، تمام، اكيد في شركه من شركات هتتصل بيك وهتقول لك مثلا تعالى، طب تعالى معانا انترفيو، طيب كام وكده، يعني هيبدا يدخل معاك بقى في التفصيل. فدي الطريقه اللي انا عملتها وناس كتير عملتها وكويسه جدا. بس المهم الواحد ما يقاسي، وبتعمل سيرش على النت، مثلا تكتب شركات استشاريه في الامارات، شركات استشاريه في قطر، وتشترك في بعض المواقع، وممكن تعمل سيرش مثلا في لينكد ان في موقع توظيف، تحط السي في بتاعك. يعني اسعى وربنا يكتب لك الخير ان شاء الله. هتلاقي شوية فيديوهات في الديسكريبشن، في شوية روابط كده كويسة ان شاء الله تقدر تستعين بيها في ان انت تدور على شغل بإذن الله، تمام. في طريقة تانية وطريقة مخاطرة جدا في الفترة دي، يعني الناس كتير كانت بتعملها زمان وكانت بتجيب نتيجة، دلوقتي صعبة شوية. ايه الطريقة التانية؟ الطريقة التانية ان انت تسافر للبلد دي على حسابك وتقعد تدور على شغل في المكان دوت، تمام. ليها مزايا وليها عيوب. العيوب اولا ان انت متكفل بكل حاجة، متكفل بالطيارة وبتشتري الفيزا والسكن عليك، والحاجات دي بتبقى غالية جدا في الغربة، ف يعني في الفترة دي ما انصحش بيها. وكان في ناس بتعملها وربنا بيصل له وبيدور، بس هي مخاطرة كبيرة. لو انت قاعد في مكانك ومستقر وفي شغلانه، خلاص خد الطريقه الاولانيه ان انت تقعد تعمل سيرش على النت وتشوف الوظايف. لو في مشاكل وفعلا خلاص جابت ظروفها معاك ويعني خلاص الموضوع متوقف، ممكن تاخد الريسك ده، تمام. انا في الحالتين مش مستفيد حاجه، بس انا يعني بنصحك لوجه الله، الطريقه الاولانيه اضمن، تقعد في بيتك وعمال تبعت ايميلات وتكلم الناس لحد ما نجيلك شغل. الطريقة التانية بتشتري فيزا، الحاجات دي المفروض بحدود 10,000 جنيه، أقل أكتر، بس بلاقي ناس شاريها ب 80,000. ليه؟ هي سعرها أصلا أقل من كده بكتير، يعني الراجل اللي هو بيبيعها ب 8,000 كسبان فيها كتير. فا يعني ما تشتريش فيزا بالأسعار الغالية ديت، واسأل كذا مرة قبل ما تدفع فلوس. وفي بعض الشركات مثلا بتقول لك هنسفرك وهنشغلك وبتاع، خليك ماسك عقد في ايديك، يعني اقول له طب اديني عقد في ايديا قبل ما اسافر، لان في بعض الناس بيبعتك وتروح وما تلاقيش حاجه. طيب المرتب، ما تفرحش ان مثلا عمله الكويت بتساوي 50 جنيه مصري بفضل الراجل يعني انا اسف ان انا قلت راجل، يعني يعني العمله بتنهار، فما تقعدش تتحول فتفاجئ مثلا انت هتبقى ملياردير في شهر. لا، انت ما تنساش ان انت تصرف كتير جدا هناك، تمام. يعني مثلا في قطر السكن اللي هو العادي، اللي هو مثلا لو سكن لوحدك في أوضة وحمام، هتبقى في 2000 ريال. 2000 ريال لما تحولها لمصري يعني 6000 جنيه مصري، ما فيش حد بيسكن ب 6000 جنيه مصري. فأنت اعرف إن في حاجات كتير هتخصم منك في الغربة قبل ما ترجع، تمام. يعني أنت ممكن مثلا يقول لك 5000 ريال، فتروح قال ياه هصرف لي مثلا 10,000 جنيه وحوش مثلا 25,000 مصري. لا، ما بتحسبش كده، هي بتحسب ان انت وانت في قطر بتصرف بالقطري، انت في الامارات بتصرف بالامارات، وانت بالكويت بتصرف بالكويت، فبتلاقي مبلغ كبير جدا، تقريبا نص المرتب ممكن يضيع على السكن، تمام. فانت لازم تبقى عامل حسابك في ان في فلوس كتيره بتصرف هناك، هنبدا نجزأهم شويه، تمام. فانت ما تقعدش تقول لا ده مبلغ وهتحوله للمصري وتحول مصاريف لمصري، المصاريف هناك، تمام. ازازه الميه بريال قطري فيبقى 5 جنيه ب 3 جنيه مصري، فهي بتحسب بالقطري هناك.
هتدخل محل مثلا وجبات جاهزة، هتدفع بالقطري، هتدفع مثلا تشتري حاجة ب 50 ريال، هتبقى مثلا 150 مصري، ووجبة اللي هي مجرد بس ايه، مكبوس ورز على ربع فرخة وحاجة زي كده، تمام. فطيب تعال نشوف بس ايه المصاريف ممكن تصرف قد ايه. لو انت شقة مثلا، انا قاعد في شقة مثلا اوضتين وصالة ب 4500 قطري، ممكن تجيب شقة انت اكبر انضف اصغر بتاع يعني، دي ده من غير عفش ب 4500. فانت ممكن مثلا تلاقي حاجة مثلا بالعفش مثلا ب 6000، تمام. ممكن واحد هتقعد في أوضة وحمام هتخش مثلا في 1500 مثلا، تمام. لو انت ساكن مع اصحابك ممكن كل واحد فيكم يدفع مثلا 700 ريال، تبقى مثلا 4 في أوضة، تمام. الأكل والشرب قول مثلا في حدود، لو انت لوحدك مثلا في حدود 1500 2000 حسب برضه. طبعا لو بتشرب سجاير بطل سجاير، عشان حرام. هتقعد مثلا معاك العيلة مثلا هتخش لك مثلا في 3000 أو أكتر، تمام. السياق المياه في حدود مثلا 2000، في حدود 200 أو 250 ريال أو درهم في الشهر. المدارس الأولاد، في جميع أنواع المدارس، في مدارس مصرية وفي مدارس بتبقى انترناشونال، يعني زي ما أنت عايز. المدارس ممكن تبدأ من 6000 ريال، في حاجات بتوصل ل 100000 ريال. طبعا دي الارقام موجوده في مصر، يمكن ما حدش بيسم يعني ما حدش فينا بيتعامل مع المدارس دي، بس هي فعلا فيها اسعار كده في مصر، تمام. الملابس، في اغلب الحاجات بتبقى ماركات فبتبقى غاليه، بس ممكن تدور وتلاقي حاجه ارخص من مصر، تمام. وقبل ما انت كده خلاص عرفت تتكلم ازاي في الفلوس، بس لازم في حاجات تسال عليها. التامين الصحي ليك والعيله، لان لو في اي حاجه حصلت لا قدر الله بتدفع مبالغ رهيبه، تمام. فلازم يبقى ليك تأمين صحي، وحتى مثلا لو الوظيفة كويسة وبس ما فيهاش تأمين صحي، أول ما تروح تعمل تأمين صحي، تمام، لأن الأسعار غالية فعلا، تمام. في ناس دفعت آلافات، دفعت مبالغ غريبة جدا عشان مثلا عايز تعمل حاجة بسيطة كده، حاجة مثلا في السنين، في زوجته تولد بتاع، فدفع مبالغ كبير. بعد كده ندخل على المسمى الوظيفي. لو أنت مثلا دكتور أو مهندس أو كده، احرص انها تتكتب، لان ده هيسهلك كتير. مش منظره بس، دي مثلا هتيجي تسافر مثلا من دوله لدوله من الخليج، في دول ما بتحتاجش اشيره لو انت ايه مكتوب مهندس او دكتور او محاسب او كده. حاول تكتب الوظيفه بتاعتك وما تخليش يكتب لك عامل او يكتب لك حاجه تانية ويقول لك لما غيرها بعدين. حاول قدر الامكان ان انت تكتب نفس مسمى الوظيفه بتاعك عشان ما تخسرش كتير، تمام. واقرا الاوفر كويس، العقد اقرا كويس، لو في حاجه مش واضحه ابعت لهم قول لهم قضي ولا لا، بدل السكن، الاجازات قد ايه، تذاكر الطياره عليهم، السكن هل هو يوفر لك مواصلات ولا لا، هل هو يوفر لك سكن ولا لا، طب لو يوفر لك سكن هيبقى عزاب ولا عائلي، كم واحد في الاوضه، لان ممكن تفاجئ مثلا 20 واحد في الاوضه ما تعرفش ازاي، تمام. فلازم تبقى سائل وعارف كل حاجه قبل ما تسافر. هل هم عليهم الحاجه اللي هيوفرها لك، هيبقى فيها مثلا العفش ولا انت اللي هتجيبه، الميه والكهرباء والحاجات ديت، لو هم يوفروك السكن هيبقى ايه النظام، طب بدل السكن، طب بدل المرتبات. هما غالبا بيقول لك مثلا المرتب الاساسي 60 والبدلات 40، بدل السكن وبدل المواصلات وبدل ما تشحت الحاجات دي كلها. فلازم تبقى عارف قد ايه بالظبط، تمام، التفاصيل كلها تبقى عارفها بالظبط. هو بيحاول يعمل كده بحيث مثلا لو انت هتمشي بيحاسبك على الاساسي مش بيحاسبك على التوتال، فتبقى عارف. ممكن يكون الرقم اللي هو قايله لك ده مثلا قال لك مثلا 10000، وده اقل حاجه لو واحد متزوج يقدر يجيب بيه زوجته، اللي هو 10000 ريال في قطر. اغلب اللي بقول على قطر، بس هو بينطبق على دول الخليج كلها يعني. ففي قطر في قانون كده 10000 ريال، فلو انت اقل من كده مش هتعرف تجيب زوجتك، لازم تكون بتحط في البنك كل شهر 10000 ريال. قبل ما تسأل لو انت متزوج، حاول تسأل في الدولة دي اقدر اجيب زوجتي بعد قد ايه، تمام. يعني في قطر المفروض بتجيبها بعد 6 شهور، بكون تحول مرتبك 6 شهور، بس لو انت خلصت
عملت الاي دي تقدر تجيبها زياره، وبعد 3 شهور بتجددها، وبعد 3 شهور تجددها يكون 6 شهور خلصوا، وتبدا تبقى خلاص تتحول بقى من زياره لاقامه. تمام، اعرف الاجازات بتاعتك، ولما تاخد الاجازه بتخصم ازاي. ففي مثلا شركات بيقول لك لا لازم تخلص سنه قبل ما تنزل لك ايام الاجازات، فاسال برضو في الموضوع دوت. المواصلات، العداد بيبدأ مثلا ب4 ريال، وكل 500 متر تقريبا بريال. فلو انت هتعتمد على تاكسيات هيتخرب بيتك. تمام، فالافضل ان انت تكون بتعرف تسوق. وهتيجي هنا طبعا لازم لازم هتعمل اختبار سواقه، والاختبار ده بيبقى صعب، يعني حتى الناس اللي هي بتسوق بقالها كتير ساعات بيسقطوا. فهو محتاج بس حاجه واحده، ان انت تكون منتبه جدا للكورس، لان هو بيقولك على حاجات معينه. يعني في اختبار السواقه مش بيقيس بس ان انت تعرف ما تخبطش اللي جنبك ولا لا، لا بيشوف تركيزك، بيشوف ان انت بتبص على المرايات ولا لا، بيشوف ان انت يعني بتتصرف ازاي، بيبقى مركز على حاجات بسيطه ممكن انت ما تكونش واخد بالك منها. تمام، يعني اهم حاجه الحزام، لو ما ربطتش الحزام خلاص مع السلامه. لو ما بصيتش على المرايات وعدلتها اول ما قعدت برضه مع السلامه. طيب ده بالنسبه للسواقه. تمام، في ناس بتشغل العربية بتاعتها تاكسي، عربية عادية، وده مش قانوني، بس بيبقى يعني بالاتفاق. تمام، يعني ما فيهاش مشكلة. هي المشكلة ان انت تركب عربية تاكسي والراجل ما شغلش العداد، من حقك ما تدفعش فلوس اللي هو ما شغلش العداد. نبهه وخليه يشغل العداد، لان ده سرقة للشركة وده حرام. تمام، سعر البنزين رخيص في البلد، لو انت معاك العربية هتوفر كتير عن التاكسيات. تمام، وفي موقع اسمه كاتر ليفينج، لو انت عايز تسأل على أسعار العربيات، أو تسأل عن أسعار الشقق، أو تسأل عن الحاجات دي كلها، كاتر ليفينج. تمام، في جيم في كل حتة في الخليج، حاول تشترك في جيم عشان تلعب رياضة كده وبتاع. في حاجات برضو المستعمل. بالنسبة للمرور والمخالفات في الخليج، الموضوع صعب جدا، وياريت يبقى صعب عندنا في مصر، بس يبقى يظبطوا المرتبات الأول، بعد كده يخلوه بنفس الصعوبة دي، مش يزودوا الغرامات وما يزودوش حاجات. كسر أي إشارة مثلا في حدود من 6000 ريال ل 50000 ريال، يعني ممكن تدفع مرتبك في السنة كله عشان أنت كسرت إشارة. تمام، والعادي 6000 ريال لو انت عملت اضرار بتبقى 50000. طبعا في حاجه اسمها نظام نقاط، انت ليك 12 نقطه، لو عملت مخالفات كل مره تخصم منك نقطتين ثلاثه، تلاقي نفسك ممنوع من السواقه بعد كده. حتى لو انت ملياردير ممكن تلاقي نفسك مش محتاج تسوق. تمام، المخالفات، الرادار، الحاجات دي كلها غاليه جدا، فلو انت ماشي محترم هتلاقي البلد جدا بتحترمك. لو انت كسرت اشارات او عملت حاجات غلط، هتلاقي نفسك بيتخصم منك حاجات قريبه جدا، ممكن تلاقي نفسك دفعت مرتبك كله مثلا في كسر اشارتين مثلا، او عملت حاجه غلط، او فوتت في حاجه. فانت خليك يعني مركز وجدا انت بتسوق. تمام، يعني حاول قدر الامكان ان انت تتفق على مرتب كويس عشان تعرف تحوش. حاول قدر الامكان مش المرتب كله تصرف مثلا في ان انت تجيب حاجه مثلا موبايل حديث، لا ده انا عايز اجيب ايفون 7، لا ده ايفون 8 نزل. هتلاقي نفسك ان انت قعدت مثلا سنين في غربه ونزلت مش محوشك خالص. ف قدر الامكان اوزن، يعني ما تصرفش كل الفلوس على حاجات شكليات، وفي نفس الوقت ما تقعدش تقنع على نفسك وتعيش في دنك مجرد ان انت عملت حوش فلوس. وبقول تقول لما انزل مصر ابدا عايش حياتي وبتاع، ممكن ما يعني ما تعرفش القدر هيجي فين، ما تعرفش ممكن الواحد يموت قبل ما ينزل، فيلاقي نفسه عمال يضيع حياته وما بيستمتعش بيها. فالهدف من الغربة إن أنت بتعيش حياة كويسة وتغير جو وكذا وكذا وكذا، وفي نفس الوقت لما ترجع مصر يبقى ليك مشروعك الخاص اللي ما يخلكش تشتغل عند حد. تمام؟ حاول يعني تبقى في توازن بين الحياة الدينية، الحياة الروحانية، العائلية، الشغل،
ان انت تتمتع بحياتك، كل الحاجات دي ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله ان يعني يكون الموضوع مفيد ويكون اجابه على الاسئله كلها باذن الله. حاول قبل ما تسافر تاخد الكورسات اللي انت محتاجها، الكورسات في مصر فعلا رخيصه مقارنه بالخليج، فهتلاقي الكورسات في الخليج غاليه شويه. فانت قبل ما تسافر حاول تطور نفسك، بالذات مثلا في الانجليزي، شوف ايه الحاجه اللي هتفيدك في شغلك وتعلمها. يعني ان شاء الله هتلاقي الموضوع ده هيوفر لك كتير بعد كده. ما تسترخصش في ان انت تاخد كورس، وحاول تنمي نفسك وتطور نفسك. اتمنى اخر حاجة ان مصر ترجع تاني قوية، واتمنى انها ترجع تاني قبلة للناس اللي عايزة تشتغل او عايز تدرس. اتمنى مصر ترجع تاني. ابنها اللي بيخرج بيبقى خارج مثلا على اساس ان هم محتاجين حد يدرس بره زي الاول. اتمنى ترجع تاني قبل انقلاب 52.